واشنطن تعطي إشارة البدء لتنفيذ مرحلة جديدة للعدوان على سوريا من خلال الإعلان عن نياتها تسليح المعارضة السورية. ومجلس الدوما في اسطنبول يعلن أن التدخل العسكري الخارجي هو الحل الوحيد لإنقاذ المجموعات الإرهابية المسلحة. أزيح الستار وقيل في العلن ما كان يتم العمل عليه في السر. واشنطن التي تقود تحالفا إرهابيا دوليا ضد سوريا دشنت مرحلة جديدة وأعلنت نياتها تسليح المعارضة المسلحة أصلا. مجلس الدمى الإسطنبولي تلقى التعليمات وبدأ العمل على هذه النغمة. التدخل العسكري هو الخيار الوحيد، بس ما قدماني صاحبة المصلحة بوجود إسرائيل ترى أنه حان الوقت لهذا التدخل العسكري في سوريا وربما قد تأخر. الملامح النهائية لصورة استهداف سوريا تتوضح والأمور وصلت إلى خواتيمها، فكل عناصر التحالف الإرهابي على سوريا قامت بالدور المرسوم لها أمريكيا على الوجه الأكمل. من الأدوات السورية في الداخل والخارج وصولا إلى الأدوات الإقليمية والعربية التي أوكلت إليها مهمة ضرب سوريا، وخصوصا الدور القطري المتحالف مع إسرائيل والذي يلعب دور الخادم والداعم والممول ومكبر الصوت للسياسة الأمريكية عبر وسائل إعلامه خدمة للمشروع الأمريكي الإسرائيلي في المنطقة. واشنطن التي تعاني من أزمة اقتصادية حادة فرضت عليها تقليص ميزانيتها العسكرية بنحو 487 مليار دولار تلجأ اليوم إلى طرق بديلة لتنفيذ مشاريعها المتعثرة من خلال أدوات طيعة توجهها عن بعد تنفذ المطلوب وأكثر. وهذا ما نراه في الدور القطري السعودي الذي كان آخر إبداعاته حسب ما قال دبلوماسي عربي هو تمويل قطر لاجتماع تونس الجمعة. مشاريع وأوهام بددها السوريون على مدار 11 شهرا، ولن يكون صراخهم الأخير في تونس إلا المسمار الأخير في نعش مشروعهم القديم الجديد ومشروع من يتآمر على أمته بجهله وماله. بسمة قدماني العضو في مجلس اسطنبول تعلن أن مجلسها يرى أن التدخل العسكري هو الحل الوحيد لإنهاء الأزمة في سوريا. القدماني التي كانت تتحدث من باريس حددت 3 شرايين لهذا التدخل من الأردن ولبنان وتركيا. أول شيء أنا ما بحب بسمي مجلس، لأنه المجلس بيكون محترم. هذا ما هو مجلس، هذا عبارة عن عصابة تكونت بأوامر أمريكية وعبارة عن أدوات تستخدمها الغرب لضرب سوريا. هذا مجلس يعني نحن ما بنعترف عليه، هذا أولا، وثانيا عم بيدعموا المعروف من أمريكا، إسرائيل، الخليج العربي. مثل ما قلت لك نحن ما بيهمنا هذا المجلس، الشيء اللي عم يكتبوه يبلوه ويشربوا ميته. هذا المجلس عدائي لسوريا أول شيء، واقف وراء أمريكا وإسرائيل وبريطانيا فرنسا الدول الغربية كلها، وبعض الدول العربية ما بنستثني الكل، السعودية قطر ما بيمثلنا شيء. هذا شو بده يكون؟ يعني عميل لإسرائيل، يعني بيخدم المصلحة الإسرائيلية والأمريكية. دخل، أنا ضد التدخل هذا، والشعب السوري كله ضد التدخل. التدخل الأجنبي أكيد مرفوض بالطبع، كل الشعب السوري واحد، هذا الشيء مرفوض أكيد. المجلس يمثل حاله ما يمثل الشعب السوري. يعني في مؤامرة إنه ليصير تدخل خارجي، لأنه ما عم يقدروا إلى يوصلوا اللي بدهم إياه، فبدهم يعملوا تدخل خارجي ليدمروا هالبلد. تركيا يعني مقاربها معروفة، ما بدنا حدا يحكي فيها. يعني زيادة الاحتلال العثماني اللي دام 400 سنة على سوريا بكفينا. على وقع دعوات مجلس اسطنبول للتدخل الخارجي